بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 41. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن. عرفنا في الحلقة السابقة معنى النشوز، وأنه معصية الزوجة لزوجها فيما يجب عليها من حقوقه وترفعها عليه. فإذا خاف الرجل من زوجته النشوز، لأن ظهرت أماراته عليها من تبرمها وتمنعها عندما يريد منها شيئا، فإن هذا مخالفة لما يجب عليها، وما أمرها الله به من طاعة زوجها بالمعروف. فإذا خاف الرجل من زوجته نشوزا، بأن ظهرت عليها أماراته، فإنه يعالج ذلك بمراحل ثلاث. الأولى قوله تعالى: فعظوهن. فإذا رأى الزوج من زوجته ما يخالف العشرة الزوجية فإنه يعظها ويذكرها بالله عز وجل، ويخوفها بالله بأن يخوفها من عقوبة الله عز وجل للناشز التي تعصي زوجها بغير حق. فإن الله سبحانه وتعالى سيعاقبها على ذلك فيذكرها بذلك. والمؤمنة إذا ذكرت فإنها تتذكر، قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فيبدأ بالوعظ والتذكير. فإذا لم تنفع هذه المرحلة فإنه ينتقل إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة الهجر. والهجر معناه الترك. اهجروهن، أي اتركوا الكلام معهن والمباسطة معهن والمضاحكة. اهجروهن في المضاجع، قيل معناه لا يضاجعها وإنما ينام منعزلا عنها حتى تتأدب، وقيل معناه أنه ينام معها لكن لا يلتفت إليها ويوليها ظهره لتشعر بذلك أنها قد أخطأت حتى ترجع إلى صوابها. فهذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة: إذا لم تجدي مرحلة الهجر فإنه ينتقل إلى الضرب، بأن يضربها ضربا غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يشق جلدا، وإنما يكون ضربا مؤلما ولكنه لا يترتب عليه آثار سيئة، بل يكون ضربا غير مبرح وفي حدود 10 أسواط فأقل، لا يزيد في عدد الضرب ولا يشتد. هذه المرحلة الأخيرة من مراحل معالجة نشوز المرأة عن زوجها. وفي هذا دليل على أن المؤدب يستعمل الضرب أحيانا مع زوجته أو مع ولده أو مع خادمه أو مع من له عليه ولاية، وأن الضرب وسيلة من وسائل التربية، خلاف ما يقوله الغربيون والمستغربون الذين يمنعون الضرب مطلقا. نعم، يمنع الضرب الشديد والضرب بغير سبب وبغير حق، أما الضرب الذي يكون بسبب
ولا يكون ضربا مبرحا، فهذا أمر الله جل وعلا به في قوله واضربوهن، لما فيه من الفائدة. فالضرب وسيلة من وسائل التربية والتقويم، عكس ما يقوله هؤلاء المتفرنجون. ثم قال جل وعلا فإن أطعنكم، أي انقدنا لحقوقكم وتأدبنا ورجعنا عن غيهن فلا تبغوا عليهن سبيلا. البغي هو التعدي، هو التعدي بغير حق، والبغي محرم، ولا سيما بغي الزوج على زوجته الضعيفة بأن يعتدي عليها بغير حق، هذا بغي محرم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها والإثم والبغي بغير الحق، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تتذكرون. ومنه البغي، بغي الزوج على زوجته، قال تعالى فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هذا وعيد شديد، وعيد شديد في أن الرجل إذا تعالى على زوجته وتكبر عليها فإن الله سبحانه وتعالى أعلى منه وأكبر منه، فينتقم منه بحسب ما حصل منه من البغي والعدوان. وهذا فيه وصف الله سبحانه وتعالى بالعلو بأنواعه الثلاثة: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. ووصف الله جل وعلا بالكبر، فهو أكبر من كل شيء. الله أكبر، أي أعظم وأجل من كل شيء، وهو قادر سبحانه وتعالى على عباده، وقادر على أن ينتقم من هذا الزوج الذي يبغي على زوجته ويشق عليها ويضايقها ويسيء عشرتها. إن الله جل وعلا قادر على أن ينتقم منه لزوجته، فهذا فيه وعيد شديد لمن يسيئون إلى زوجاتهم ويتعسفون في حقهن بحكم أنهن أسيرات عندهم، وبحكم قوامته عليها فيستغل ذلك في التسلط عليها. كثيرا ما نسمع من الأزواج تصرفات سيئة مع زوجاتهم، خصوصا إذا تزوج زوجة أخرى، فإنه يسيء إلى الأولى أو يسيء إلى التي لا يميل إليها ويسلبها حقوقها أو بعض حقوقها، فهذا ظلم وعدوان. وقد جاء في الحديث أن من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على الأزواج أن يراعوا هذه الأمور مع زوجاتهم، وأن يحسنوا العشرة. قال تعالى وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.